من هناك بأبو أبو بكر أحمد. أهلا وسهلا بك أحمد معنا. مساء الخير. أهلا وسهلا بك. ما هي آخر تطورات في الرقة أحمد؟ تفضل. من وقت وقوع هذه الطائرة المروحية التي يعني أصبح فيها أو يعني صار فيها عطل فني مفاجئ، وكان بداخلها ما يقارب 6 ركاب، من بينهم 3 ضباط وبينهم أيضا ضابط برتبة مقدم، وأكمل عليها الثوار بالمضادات الأرضية، والحمد لله تم إسقاطها على بعد 50 كيلومتر غربي مطار الطبق العسكري، وال6 جثث الحمد لله تم يعني جلبهم، وهم الآن بالحفظ والصون مع الثوار، واللي يتم إبدالهم ببعض الأسرى من الثوار عند النظام. أيضا الفرقة 17 هناك اشتباكات تجري منذ أكثر من 3 أيام على التواصل، وحيث في يوم الأمس كان هناك اشتباكات عنيفة وقصف بقذائف الهاون عيار 120 و160، وأيضا بمدافع جهنم التي وصلت يعني بالفترة الأخيرة لمحافظة الرقة، والحمد لله هذه المدافع على يعني انفجارها الضخم والقوي تقوم بأداء رائع في هذه الاشتباكات على مساكن الضباط، والحمد لله مساكن الضباط يعني هي محصنة بالفعل من قبل النظام، ويكون هناك يعني إرسال الإمدادات بشكل دائم على من الطيران المروحي على مساكن الضباط، ولكن الحمد لله الثوار يحاولون السيطرة على هذه المساكن وتحريرها، ولكن يعني ضمن الإمكانيات المحدودة بالنسبة للثوار. أما اللواء 93 أيضا كان هناك يوم الأمس اشتباكات دارت لمدة ساعات، وكان يعني الثوار يمهدون بقصف اللواء 93 بقذائف الهاون لمنع خروج أي رتل من هذا اللواء باتجاه الفرقة 17 أو القرى المحيطة المحررة بقرية عين عيسى. وأيضا الوضع الإنساني يعني على دخول فصل الشتاء الوضع الإنساني سيء جدا، وبخاصة بعد نزوح كبير من مدينة أسفيرة وما حولها باتجاه مدينة الرقة، الذين يعني خرجوا بما يملكون من ثياب فقط ولا يملكون أي شيء، وهذه يعني حاجات كبيرة جدا يعني تزيد. طيب من خلينا نحكي شوي أحمد بالنسبة للنازحين اللي عم نقول إنه بعد سيطرة نظام كان على السفيرة كان في حركة نزوح على الرقة بالتحديد، فينك تعطيني رقم إحصائية للنازحين؟ يعني إلى الآن كان هناك أكثر من يعني 2000 إلى 2500 عائلة في محافظة الرقة وريفها بشكل كامل. هذه الاحتياجات يعني كما قال لنا خاصة الجمعيات الإغاثية المتواجدة في هذه المحافظة، أنهم يعني أتوا إلى هنا بدون أي شيء، هناك فقط الملابس التي يرتدونها، وهناك يعني احتياجات كبيرة جدا خاصة من الإسفنجات والبطانيات وغيرها من هذه الأمور التي هم بحاجة لها في هذا الفصل البارد جدا، وهذه المحافظة يعني تعتبر من المحافظات البادية التي تشتهر ببرودة الشتاء الكبير في هذه المنطقة، وخاصة في يعني بعد غروب الشمس وفي الليل أوقات الليل. يعني هلا هدول النازحين أحمد وين راحوا بحالهم؟ وين ساكنين هلا؟ كيف عم بيعيشوا؟ شو وضعهم يعني هلا؟ يعني هناك كما رأيت بأم عيني في الأسبوع الماضي، كما يعني ذهبنا إلى بعض العائلات الوافدة في مدينة الطبقة يعني على أطراف نهر الفرات، ورأينا معاناة كبيرة يعني دمعت أعين الشباب المتواجدون في هذه المنطقة على رؤية هذا المنظر، يعني أكثر من 27 نفسا في كوخ، يعني لا أستطيع أن أقول له أنه منزل، هو كوخ عبارة عن حيطان من الطين ويعني سقف من قصب، ويقطنون هذا البيت ولا يوجد حتى رغيف خبز في هذه هذا الكوخ في مدينة الطبقة على أطراف نهر الفرات يعني كان، وقام الهلال الأحمر أيضا يعني نشكره شكرا كبيرا لهذه المنظمة التي تقوم أساسا أحمد عم نسمع أنه في خيم وناس عايشة على ضفاف نهر الفرات ما عندها مساكن فعايشة يمكن بخيم. نعم بخيم وأيضا بيوت من طين، يعني هناك بيوت تعمر من طين تجبى يعني الأطيان وتعمر منها اللبنات ويعمر منها البيوت أو الأكواخ وتسقط بالقش أو القصب من الذي ينبت على أطراف نهر الفرات، خاصة يقومون بقصه وسقف الأكواخ بخلاله. طيب هل الناس النازحين الجدد وهل الناس اللي عم بيعانوا اللي عم توصف لي هنا لا أنتوا كناشطين إعلاميين وكناس عم بيديروا المنطقة سواء الطبقة ولا مدينة الرقة
المركز المدينة يعني، ما حاولتوا تتواصلوا مع الناشطين، عفوا الجهات المختصة، سواء الائتلاف، سواء الهيئة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، حقوق الإنسان وما إلى هنالك؟ نعم، هذا التواصل منذ أن حررت محافظة الرقة بالكامل كان هناك تواصل كبير بالنسبة لنا مع الائتلاف وخاصة الجمعيات الإغاثية. هناك ما يصل يعني بشكل قليل جدا، وأغلب المساعدات التي تصل هي صراحة يعني أقولها وعلنا يعني هي تصل عن طريق الهلال الأحمر في هذه المحافظة، وما تبقى من الجمعيات الإغاثية التي تعمل في هذه المحافظة هي عبارة عن داعمين يعني وجمعيات صغيره وليست يعني عن طريق الدول. احمد، هلا مثل ما فهمت منك انت بالطبقه احمد، انت بالطبقه حاليا صح؟ نعم، في مدينه الطبقه. هلا احنا سالنا ناس جوا مدينه الرقه وقالوا لنا انه الائتلاف لما بيتواصلوا معهم بيقولوا لهم انه انتم عندكم تنظيمات مثل دوله العراق والشام وجبهه نصره ما عم بتخلينا نقدر نفوت نساعد الناس. شو الوضع عندكم بالطبقه؟ يعني أريد أن أتكلم بصراحة عن هذا الموضوع. يعني الفصائل الإسلامية وخاصة يعني الدولة الإسلامية في العراق والشام لم أرى أنها منعت أي مساعدات إنسانية بالدخول إلى محافظة الرقة، والكل يعلم هذا الموضوع. بالنسبة للطبقة يعني في مسيطرة على المدينة أحمد، دولة العراق والشام مسيطرة على الطبقة، إلى تواجد بالطبقة؟ يعني السيطرة بشكل عام هي لحركة أحرار الشام الإسلامية، والسيطرة يعني هي كل الفصائل يعني لا أستطيع أن أقول أن هذا الفصيل، ولكن الفصيل الأكبر في هذه المحافظة محافظة الرقة بشكل كامل هي حركة أحرار الشام الإسلامية. ولكن يعني للأمانة أنه لا يتم منع أي مساعدات إنسانية بالدخول لمحافظة الرقة، ولكن يعني أجزم في القول أن هناك يعني من الكتائب الإسلامية أو الفصائل الإسلامية من يوزع بعض المواد الغذائية التي تصلهم عن طريق المساعدات التي تصل إليهم إلى بعض المحتاجين والنازحين، وهذا الكلام موثق بالصورة وأنا حضرته شخصيا، وكان هناك توزيع يعني هو قليل جدا ولكن يعني قدر المستطاع، ولكن أعود وأكرر أنه لا يمنع أي مساعدات إنسانية، وهذه حجة يعني الذي ليس عنده حجة. والائتلاف الوطني لم يقدم إلى هذه المحافظة سوى القليل القليل، والآن يعني بعد أن يعني تبرعت السعودية وبعض الدول الأوروبية للائتلاف الوطني ببعض المبالغ، يعني كان هناك فرز كما سمعت من بعض الناس المتواصلون مع الائتلاف مباشرة بأن هناك فرز $560,000 لهذه المحافظة، وإلى الآن لم يصل أي شيء. يعني نحن يعني إذا تكلمنا بالمنطق التفصيلي وصلت الفكرة أحمد يعني أبو بكر. يعني سنحاول إذا لم تصل الرسالة إلى المختصين بمعالجتها سنحاول وضعها على طاولة هؤلاء، وخاصة أيضا الائتلاف الوطني وهذه المبالغ التي تتحدث عنها. شكرا جزيلا لك سيدي مراسل شبكة شام أحمد أبو بكر من